مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم باش تهزنا لدولة الكويت وباش ترجع بينا 55 سنة التالي، وبالتحديد العام 1969، يعني 8 سنين بعد ما بريطانيا اعطت استقلال الكويت. والأحداث انطلقت نهار 10 أكتوبر مع مضي ساعتين متاع العشية، يعني في تنبك القائلة، وخلينا نقولوا قايلول المقايل، وكما تعرفوا القويل متاعهم غادي متاع بو 50 و66، نار الله الموقدة. ولهنا علاش ما تقولش أنه واحد يقولوا له المهندس حسين يخدم في مدينة الكويت، يعني في العاصمة، مروح لداره ويعوم ويغطس في العرق وقريب يتقطع عليه نفس مسخانة، ويستنى في اللحظة اللي بيش يدخل فيها لداره ويحل المكيف. والمكيفات متاعك الوقت يسميوهم مونو بلوك، معناها قطعة واحدة، أما شنو؟ البرود مقابل الحس وتصديع الرأس متاع الموتور. في ترابط هالأحداث حسين وقف كرهبته قدام العمارة اللي يسكن فيها، ودوب مع بط يسمع في سياح متاع وليدات صغار جاي من الشباك البراني متاع بورتمان في ريت شوسي، يعني الطابق الأرضي متاع البلاس واللي ساكن فيه طبيب سنين أردني يعيطولو الدكتور جورج. والوليدات اللي يسيحوا من الشباك هما ولاده، وكانوا يعيطوا على طول صواتهم اللي ابوهم مضروب ودمه قاعد ينزف. المهندس حسين باش ما يضيعش الوقت مشى الحانوت متاع مواد غذائيه بجنب العماره بالضبط، وطلب الشرطه على الهاتف القاطع. والبوليسيه متاعك الوقت تحب لهم مش تشيشه ولا تريف، برشا وقت باش يخلطوا في حالات النجده اللي كي من هذه، ومش كان في الكويت، تقريبا في العالم الكل. وكي حسين المهندس استبطاهم، مشى دق على جاره الدكتور غالب في الطابق الاولاني. قالوا يا اخي ما سمعتش السياح متاع وليدات جورج؟ هاهم يسيحوا ويقولوا اللي ابوهم مضروب ودمه قاعد ينز. الدكتور خرج معاه يجري، ومشاو الاثنين لشقة جورج، ويلقاو الجيران سبقوهم ملمومين حضبة قدام الباب، والكل مستعدين باش يخلعوه لعل يمنعوا جورج. وهذاك هو اللي صار. الباب تخلع، والمشهد اللي كان يستنى فيهم صادم الأبعد الحدود، لأنهم لقاوا الدكتور جورج ملطوخ في القاعة يعوم في بركة متاع دم. والدكتور غالب دوب ما شافوا جسو القاه بارد قرصة وما عادش عنده نبض، معناها مات. ولهنا المهندس حسين فيسع ما هزك الصغار متاع جورج الثلاثة لدارو، على أساس ما يقعدوش يتفرجوا في بوهم وهو ميت وغارق في دمه، ويجنبهم أكثر صدمات. الحاصل سأل البنية الكبيرة واللي عمرها 8 سنين شنو اللي صار. قالت له اللي هي البارح في الليل سمعت بوها اللي كان في بيت القعاد يسيح، ومن بعد بات الحس ودخل عليهم البيتهم هي واخواتها، واحد اسمه عمو جاك صاحب بوها وأردني كيفو، عملت روحها راخدة وبقات تطل عليه من تحت الغطاء، وشافته كيفاش حل قجر من القجرات، هز منه المفاتح متاع كهربة بوها، خرج من البيت وسكر عليهم الباب من برا، والمفتاح خلاه في الكوبة. في تسلسل هالأحداث الشرطة خلطت وعاينة الجثة متاع جورج اللي كان مرتوخ على كرشه، وأكثر كمية متاع دم كانت تحت راسه، معناها تلقى ضربة أو عدة ضربات قويين على الجمجمة متاعه خلف التعانات اللي موجودين وباينين في جسمه، والعدد متاعهم كان كبير. الشرطة لقات بحذاها مرايات متاع نظر مكسرين ومنقالته زادة، وربما تنحات له في وسط الفراع اللي قام به مع الجاني. أعوان الأمن لاحظوا أنه التلفزة كانت تخدم، وفوق الطاولة متاع فطور الصباح كانت موجودة قهوة ودبوزة متاع شراب كاملة ما تمستش، لكن عنق الزجاجة مكسر،
كي طلوا على بيت البانو لقاو دم في اللافابو، معناها الجاني بعد ما قام بالجريمة متاعو اغسل يديه غادي. لكن الحاجة اللي استغربوا منها الأمنيين هي عدم وجود الأم في الدار، ومشى في بالهم أنه الدكتور جورج هجال يعني أرمل مرتو ميتة. والإجابة جاتهم الجيران، قالوا لهم لا راهي مرتو حية ترزق لكن مسافرة ومشيت للأردن. والمعطى هذا خلى البوليسية يسارعوا باش ياخذوا أكثر ما يمكن من المعلومات على القتيل ومرتو عائلته، على أساس يعرفوا شنية الدوافع وراها المقتل متاعو. وبالطبيعة بداوا في بحث أجوار وسألوا الجيران وجماعة الحومة والأقارب وزملاء جورج اللي جاوا للدار دوب ما سمعوا بالخبر، وزادوا خلطوا عليهم عائلته. في مجريات الأحداث الطبيب الشرعي اللي شرح الجثة متاع جورج قال اللي هو تلقى أكثر من 20 إصابة بأداة حادة وما تنجم تكون إلا السكينة، وكان عنده كسور في ضلوعه معناها تعرض للتعنيف. لكن سبب الوفاة متاعه له الطعن ولا التعنيف، وإنما الدكتور مات خنقا من طرف الجاني. وقد بيّنت نتيجة التقرير لاحقا أن جورج تعرض للضرب المبرع. ولهنا من غير ما نقولوا لكم أنه الخبر متاع الجريمة هذه في زعمة تنشر في الكويت بكلها، واللي من أول استقلالها عمرها ما عاشت حادثة شنيعة كمن هذه، لدرجة أن وزير الداخلية متاع هكا الوقت يعني الشيخ سعد عبد الله صباح جاب صغار الدكتور جورج لداره على أساس تتم العناية بيهم كما يلزم، وهو بنفسه أشرف على التحقيق. في نفس السياق المحققين من شيرتهم بدأوا بشاهدة عيان أساسية في القضية، واللي هي بنت الدكتور جورج الكبيرة. قالوا لا تعرفش دار عمك جاك؟ قالت لهم هي نعرفها، مشيت لها مرة واحدة أما نعقلها. البوليسية هزوها معاهم في الكهرباء ووراتهم الثنية وما قصرتش، الدار طلعتها. دقوا الباب، خرجت لهم أم جاك سألوها على ولدها وينه. قالت لهم مسافر مشى للعراق المدينة البصرة. ولهنا الضباط اللي حكاوا مع أم جاك طلبوا منها تصويرة ولدها وجابتها لهم، وبالوقت تم إعلام الانتربول يعني الشرطة الدولية باش يتم جلب جاك من العراق للكويت لغاية التحقيق معه. وكيل النيابة في الأثناء جاب الصغار متاع جورج وبدأ يحكي معهم، وجزء من اللي باش تحكيه قالت تقبل للدكتور حسين، ووضحت اللي أمها مسافرة من مدة نهارين، واعطت رواية أحداث من اللي صار نهار 9 أكتوبر في الليل. أهلاً. قالت وهما قاعدين مع أبوهم في الصالون يتفرجوا في التلفزة ودوب ما جت 9 متاع الليل مشاو لبيوتهم باش يرقدوا، لكن بعد مديدة سمعوا النقوز متاع الباب. وأبوهم مشى حل ودخل شخص بقى يحكي معاه، وقالت أنها عقلته من الصوت متاعو وعرفت اللي هو جاك. وبعد لحظات سمعت بوها كيفاش يسيح ويقول سيبني. بقية الأحداث سمعتوهم، لكن اللي ما سمعتوهش واللي المهندس حسين ما جاش الباله باش يسأل الطفلة الكبيرة هو كيفاش خرجوا من البيت اللي كانت مسكر عليهم. ما هو هكا الشخص يعني جاك هو اللي سكر الباب وخلى المفتاح البرة. وهكا الصغيرات كيما ندادهم بالكل ما كانوش يحيروا حتى في هكا الزمان، وكانت عندهم قدرة باش يستنبطوا حلول بسهولة. أشنو اللي عملوه لجورج؟ علماً وأنهم ما كانوش يعرفوا شنو اللي صار لبوهم، جابوا المفتاح متاع خزانتهم وبداوا يدزوا به في المفتاح متاع كوبة بابهم حتى لين طاح في القاعة. والكوب متاع وقتها مش كيما متاع اليوم، الواحد ينجم يطل منها، مش كيما توا ما تنجمش تدخل فيها إبرة. المفيد بعد ما طيحوا هكا المفتاح جابوا مشت ولا خلاص مش متاع كار بالطبيعة متاع شعر، عداوه تحت شق الباب وجبدوا هكذا المفتاح الداخل وحلوا به الباب متاع بيتهم. ودوب ما خرجوا تصدموا المساكن لأنهم لقاوا بوهم يعوم ويغطس في دمه في الكلوار. ووقتها حلوا الشباك وبداوا يسيحوا يطلبوا في النجدة. وكيل النيابة واللي كان يسمع في بنت جورج الكبيرة يعني عمرها 8 سنين حب يزيد يعرف معلومات، وقال لها يا أخي بوك وعمو جاك صحاب؟ قالت له إيه، لكن أكدت أنه المدة الأخرى كيف اللي وليهم متعاركين.
قال لها كيفاش عرفت؟ قالت له راهو عمو جاك كان ديما يجي لدارنا، وخاصة وقت اللي يبدأ بابا مسافر، وأمها تدخلوا للدار من غير علم بوها، وساعات يبات بحذاهم. وباقي وهي تجاوب على أسئلة وكيل النيابة، قالت أنه أقل من جمعة قبل ما تصير هالواقعة جاك جاء دق الباب بشوية مع عقاب الليل، وبوها جورج كان راقد، وأمها خرجت باش تحل الجورج ودخل، لكن من بعد سمعت حس متعارب وأصوات تتعالى. وبوهم جاهم للبيت وقالوا لهم برا وعيتوا للجيران، لكن أمهم ما خليتهم مش منعتهم من الخروج. وبعد هالحادثة هذه وحسب الطفلة الكبيرة قالت أنه أمها سافرت للأردن، مشيت لعائلتها وهما بقوا بحذا أبوهم. في ترابط هالتحريات والاستنطاقات، وكيل النيابة استدعى خوض ضحية يعني الدكتور جورج، واللي كان مقيم في الأردن ودوب ما سمع الخبر جاي يجري. قال اللي خوه بعث له جواب وصله في النهار اللي صارت فيه الجريمة، ومن جملة اللي قاله في الرسالة هذه أنه صارت مشاكل بينه وبين مرته وسافرت للأردن. والخوه استغرب لأنه في العادة دوب ما توصل العمان تكلمه أقبل حتى ما تمشي لدارهم، وهو كان يضيفها في داره وتبقى بحذاها أيامات. وباقي وعلى لسان خوذ ضحية قال اللي هو طلب مرت خوه في دارهم في عمان وقال لها مش مستانسة تكلمني كي تجي للأردن، إيش بيك المرة هذه ما تكلمتش؟ هي جبدت له برشا أعذار وفهم اللي عندها مشاكل مع خوه، وهذا بالطبيعة قبل ما تصير الجريمة واللي معلم بها خوه جورج إلا من غدوة صباح وقت اللي كلمه ولد عمه يسكن في الكويت، وهو بدور وعلم أخواته الاثنين بالوفاة متاع أخوهم جورج. في نفس السياق أخواته قالوا أنه جورج بعث لهم زوز رسائل مطولة يحكي فيها على برشا حاجات، ووصاهم باش ما يقولوا لحد على التفاصيل متاعها. مختصر الحديث، خوه جورج شك في مرت خوه، وهالجوابات هذو باش يوليوا دليل ضدها في مقتل رجلها، ويا أما هي اللي نفذت الجريمة بديها وإلا ثم شكون ساعدها أو نفذ في بلاستها، والمقصود بالطبيعة جاك. لكن المطروح بالنسبة لوكيل الجمهورية شنو الدافع اللي من وراء التخلص من جورج، وهذا اللي يحب يعرفه خو القتيل اللي قال أنه بعد ما جاه الخبر متاع وفاة خوه مشال الكويت، وعيلت مرت خوه جورج طلبوه في داره عدة مرات لكن ما لقاوشي، وفهم أنهم ما طلبوه إلا باش ينسنسوا يعرفوا شنو الأخبار بعد ما تم اكتشاف الجريمة. وزاد استغرب كيفاش مرت خوه ما جاتش بالكل الكويت وقت اللي سمعت برجلها مات مقتول، الشيء اللي دعم الشكوك الكل حولها، باش ما نقولوش أنه مسؤوليتها توضحت في مقتل رجلها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وخلف هذا خو جورج تذكر الكلام اللي قاله خوه فيها كالجوابات، واللي فسر أنه مرته ما تحبوش وتتمنى له الموت، وحتى من أولادها سمعوها مرة وهي تقول لرجلها جورج الله يخلصني منك وفلوسك باش تهزها معاك للقبر، واللي كان واضح أنه مرت جورج هذه بقدر ما كانت تحقد على رجلها وتعتبره مشحاح بقدر ما كانت طايحة في حبك درباني مع جاك، لدرجة أنها كما حكينا لكم تدخلوا للدار قدام أولادها في غياب رجلها بالطبيعة من غير أي تحرش، معناها بصحة عين ورقعة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وكيل النيابة فهم أنه مش البنية الكبيرة برك هي اللي تعرف أنه أمها كانت تخون في بوهم، لأنه خوها اللي أصغر منها واللي عمره 5 سنين قال أنه جاك دوب ما يجي للدار أمهم تدخلهم البيت ومتسكر عليهم، وتبقى هي وياه راس راس ويمشيوا للبيت متاع النوم، ووقت اللي يخرجوا تجي تعطيهم فلوس وتقول لهم هذوما من عند عمكم جاك. بعبارة أخرى كانت تشري في الصمت متاع صغارها بالفلوس. في نفس المضمار والتقسيات متاع الخيانة، من جملة الأشياء اللي عرفها وكيل النيابة أنه مرت جورج قالت لجاك أش قولك تاخذ 10,000 دينار كويتي يعني 10 ملايين بفلوسنا توا وترتحني من جورج يعني رجلها، وجاك قال لها بكل بساطة امشي للأردن اقعد في داركم نهايرين ولا ثلاثة وتورتحك منه. وبالطبيعة بعد ما يتخلصوا من جورج باش يخلالهم الجو، والراجل كان غني تندخة ما يعرفش يطرف خلاه وين، أولا هو طبيب سنين ويخدم في سبيطار
وعنده عيادة وخلف هذا تاجر يجيب في السلع أنواع وأشكال من برا ويبيع ويصور الخير والبركة. لكن كان قرنيته معناها شحيح وغرامه هو جمع الثروة وهذا من حقه، وفي نهاية الأمر الفلوس باش يخليها بعد وقت اللي يموت، ومالهم إلا باش يورثوهم صغار ومرته. فيها التطور هذا من القضية ووقت اللي خو جورج ولا ما عنده حتى أدنى شك أنه جاك ومرت خوه شركاء في الجريمة، هز هكا الزوز جوابات اللي اعطاهم لخوه جورج أفلاهم فليان. والرسالة الأولى كانت مؤرخة بنهار 21 أوت 1969، واللي كان واضح فيها أنه خوه الدكتور جورج شاكك في مرته وخايف منها لتقتله، وحكى فيها كيفاش تعرف على نمر يعني الاسم الحقيقي متاع جاك، والسيد هذا مسيحي ماروني كيفه، وفي فترة قصيرة ولا صحاب هو والدكتور جورج، وصار يجيب أحذاهم وياكل ويشرب وساعات يبات، حتى لين في نهار من نهارات يعني الدكتور جورج يسمع في مرته توتوت في التليفون وتقول للي يحكي معاها بالطبيعة جاك خلي مبعد تو نحكيه، وسمع اللي صوت متاع ذكر وكيسألها مع شكون كانت تحكي قالت له مع صاحبتي، وبالطبيعة جورج نحتها من كلمة صاحبتي وفهم أنه الماء يلعب تحت ساقيه، معناها جاك ولا عشيق زوجته. ولهنا صارت الواقعة اللي أكدت نوعية العلاقة هذه ما بين مرته وجاك، وأكيد راكم تذكرتوا الحادثة اللي صارت عقاب الليل وحكاوها الصغار متاع جورج. ونهارتها بالذات في النهار جورج هز معاه جاك باش يعاونوا في تخريج سلعة من الديوانة، وبعد ما خرجوها شيعوا كربتوا لمنطقة الفحاحيل وروح لداره القد. لكن مع قرابة ماضي ساعة متاع الليل جورج طار عليه النوم، حل عينيه يلقى مرته فايقة وقاعدة على الفرش أما ماهيش ممدودة شادة مخدة، وبما أنها ما فقدش اللي رجلها حل عينيه عمل روحه راقد باش يفهم شنو اللي ناوية تعمل بهكا المخدة. وهو جايكم الحديث. في مجريات الأحداث متاع هكا الليلة المحمومة مرت جورج قامت ومشيت للكولوار والمخدة باقي في ايديها، وعاودت رجعت قعدت على الفرش مشوار، وعاودت قامت مرة أخرى وفي يدها كالمخدة وهي الدادي، وجورج من الأول شك فيها اللي هي تحب تخنق وتقتله بالمخدة، وربما ما لقاتش الشجاعة الكافية وبقات متردة، هاي مشيت وهاي جات. ووقتها قام الفرش وهي ترعبت قالت له شبيك فقت من نوم وين ماشي، ووقتها شعل الضوء متاع البيت وفعلا الضوء كشف له خيال ورا الريدو يعني هكا الستار اللي عملوه على شبابك جبدو، وغادي ما تفاجئش بالوجود متاع جاك اللي كان متخبي. جورج قام يسيح ويعيط باش يلم الجيران على اساس يشهدوا، وفي نفس الوقت يطلب الشرطة، لكن مرته قلعت الخيط متاع التليفون باش ما يطلبش البوليسية وهربت تخبات في بيت ولادها وسكرت الباب. الجيران سمعوا الفوعة هذيك وأكيد فهموا كل شيء لكن ما حبوش يتدخلوا. ولهنا يقول القائل شنو اللي عمل الدكتور جورج، ولهنا نرجع لهك الليلة اللي الدكتور جورج اكتشف فيها جاك موجود في داره وشده بالكمشة متخبي ورا الريدو. وقت عمل شوها وقلب الدنيا سفيها على عليها، والجيران ولاو يتصنتوا من الباب وسمعوا جورج كيفاش يقول لمرته اللي هو فاق بالخيانة متاعها مع جاك، وعرف اللي هما زادا يحبوا يقتلوه، والدليل كان مخدة اللي كانت ليلة كاملة وهي الدادي بها. جاك وقت اللي حصل ولا يبكي ويبوس في دين وساقين جورج ويقول له خليني نفهمك أعطيني فرصة نقول لك شنو الحكاية بالضبط، وجاب له قصة لراس لساس. والأدهى والأمر أنه جورج صدقها، كيما كل مغدور يحاول باش يصدق حاجة أنه الشيء اللي صار ماهوش بالحق وعنده تفسير آخر غير اللي هو خمم فيه، معناها ولا قابل أي تفسير إلا أنه مرته تخون فيه مع جاك. مختصر الحديث هالنمر يعني جاك قال لجورج أنك بعد ما وصلتني للفحاحيل رجعت مع واحد المدينة الكويت بقضية، وفسر أنه وقت اللي هما مروحين مع قرابة نص الليل طاحت بيهم الكهرباء أونبان، معناها يا لندرا شنو اللي صار لها.
وصاحبه خليها غادي وعمل الستوب، يعني لقى حد يوصله للفحاحيل. باقي وحسب كلامه وقت اللي لقى روحه ماهوش بعيد على الدار متاع جورج، قال علاش ما نمشيش نبات بحدا صاحبي وعشيلي. وهذاك هو اللي صار، مشى دق الباب ومرت جورج هي اللي حلت له. طلب منها باش تعلم رجلها على وجوده، لكن هي حسب كلامه ما حبتش، قالت له راهو روح تعب ورقد خليه يرتاح. والمصيبة أنه جورج صدق هالخرافة هذه، ولا يقول ويعاود إن بعض الظن إثم. في نفس السياق من ليلة الواقعة، جاك سحر جورج بكلامه، وباش تستغربوا من الطريقة اللي قلبلو بها مخه. قال له أنا باش نخونك يا جورج، رانا عشرة وماكلين الماء والملح مع بعضنا، مانيش قليل أصل. وجورج في نهاية الأمر ولا يعتقد أنه الشكوك متاعه ماهيش في محلها، وربما اللي صار ناتج على الشك متاعه، الشي اللي خلاه يستخايل أنه مرت وجاك يحبوا يقتلوه. وقال شنية فايدتهم كي باش يتخلصوا مني، لأنه فلوسي وملاكي الكلهم باسم ولادي وقت اللي نموت، والحاكم باش يتقدم عليهم وما يخليهاش تتصرف في الورثة كما تحب. وخلف هذا وباش يزيد يقنع روحه، جورج قال أنه جاك لو كان جات نواياه سيئة راني دوب محليت عليها كالريدو، راهو هجم عليا وحاول باش يهرب. وخلف هذا كيفاش جاي باش يقتلني ولا عنده لا مسدس ولا سكينة؟ بالنسبة ليه الحكاية ما تجيش. وباش ما نطولوش عليكم بحديث الخواطر هذه الكل، جورج كتبها في الرسائل متاعو، وأكيد راكم فهمتوا اللي هو راجل طيب برشا إلى أبعد الحدود، باش ما نقولوش على نياته ومن نوع اللي أثروا عليه بسهولة. المهم أنه بعد ما جاك خرج من الدار، جورج دار على مرته، قال لها ما عادش عيني بيك وما عادش نحبك تقعد لهنا في الدار. وكلم خوها حكاله على اللي صار، والآخر بقى يهدي فيه وقال له هاني جاي من الكويت باش نستفسر معاها شنية الحكاية. في تسلسل هالأحداث وبعد هك الواقع، يعني اكتشاف الخيانة الواضحة، مرت جورج تغيرت تماما وليت ساكتة مطيعة، وفي العادة لسانها طويل وشرانية وتشري البلاء، وطلبت من رجلها باش يعطيها فرصة تصلح غلطتها. وجورج جدت عليه الحكاية، وما كانش يعرف أنه مرته ما تحبش تخرج من دارها مطردة أو مطلقة، لأنها تخاف من ردة فعل عائلتها اللي كانت من العائلات المعروفة والمرموقة زادة في الأردن. وبالطبيعة ما يحبوش الفضايح من نوع هذا، لأنها واضحة خيانة. وهذاك علاش لبدت، يعني انبطحت تماما باش رجلها جورج ما يعمل لها شيء، وبقات تربح في الوقت حتى لين جا أخوها حكى معاها. ومن بعد قال الرجلها جورج هاني باش نهزها لطبيب نفساني. في نفس السياق وبعد ما نسيب جورج هز أخته ومشاه، هو تعدى للعيادة متاعو لأنه النهار طلع، وكيرجع في باله باش يلقى نسيبه غادي، لكن لا لقاه لا هو لا مرته، وثرنتهم ركبوا ومشاو للأردن. ولهنا جورج طلب نسيبه، يعني عائلة مرته، وهما قالوا له خليها تقعد بحذانا شوية نتلاهو بها وتاخذ الدويات اللي اعطاهم لها الطبيب. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الكلام هذا الكل موجود في الرسالة الثانية المؤرخة بتاريخ 16 سبتمبر 1969، واللي كان يحكي فيها على المخاوف متاعه، وولات عنده قناعة أنه مرته جاك يخطوا باش يتخلصوا منه، والمشي متاعها للأردن هي الطريقة باش تعطي فرصة لعشيقة جاك يقتل لها رجلها، وهيك تبدأ عندها حجة مدعمة من عدم وجودها نهارة اللي باش تقع الجريمة. في هالمرحلة هذه من القضية، وكيل النيابة يعتقد جازما أنه التخطيط تم قبل ما تمشي مر جورج لدارهم. وبما أنه جاك هرب وعشيقته كيف كيف، تم إصدار إذن بتفتيش الشقة متاع أم جاك، على اعتبار أنه كان يسكن باستمرار بحذاها. والمحققين مشاو الأمو اللي هي مدام ستانيك، وقالت اللي الحاجة الوحيدة وتعرفها وقالتها للشرطة أنه ولدها في العراق وبالتحديد في البصرة، وما زادت قالت حتى شيء ومعطات حتى معلومة أخرى. في
في نفس هالإطار الأمني المحققين وهما يفتشوا في الدار متاع مدام ستانيك يعني أم جاك، وواحد قال أنه فما مواطن سوري عمره 45 سنة يخدم صحافي واسمه محمد قلعجي كاري بيت عند أم جاك يعني مدام ستانيك ويخلص فيها بالشر ويعرف جاك مليح مليح، وقال للمحققين راهو جاك يخدم ميكانيسيان يصلح في الكراهب، وحكى أنه من مدة 4 أشهر التالي الدكتور جورج جاه للدار ومعاه مرته وصغاره وتعشاه وسهروا بحدة أمه غادي، وبعد ما خرجوا جاك بدأ يتعارك هو وأمه مدام ستانيك لأنها ما عجبتهاش بالكل العلاقة متاع ولدها مع جورج مرته. وباقي وعلى لسانها الصحافي محمد قلعجي قال أنه في مرة من المرات جاك حكاله على جورج وقال له راهو راجل مش حاح برشا ومرته تكره وتحب تتخلص منه، وزاد أكد أنه نهار شافه خارج بآلة متاع راديو كاسيت وهزز معها أشرطة وساك فيه الحوايج متاعو يعني متاع حد باش يبات البرة، وفهم أنه وقت اللي يبدأ الدكتور جورج يخدم بالليل في السبيطار هو يبات له في داره في فرشه مع مرته. وأكيد راكم فهمتوا لهنا أنه جاك ما كانتش عنده مشكلة في أنه يحكي على علاقته الجنسية مع مرت الدكتور جورج، وكان يقول للصحافي هذه اللي هي مازالت صغيرة عمرها 27 سنة وتحتاج الراجل يقدر يلبي لها حاجياتها، ويقول اللي جورج أكبر منها ب20 سنة على الأقل وعائلتها خذوه لها بالسيف وما يوفيش بالحاجة، معناها يلزمها حد كيف يقوم بالواجب على أحسن ما يرام. في نفس الإطار من الأقوال متاع الصحافي القلعجي قال أنه نهار 14 أكتوبر يعني ليلة الجريمة جاك ما جاش بيت في الدار، ووقت اللي فاق مع ماضي 3 متاع الصباح باش يمشي البيت الراحة ما لقاش جاك في بيته، بابها كان محلول والفرش مفروش فارغ. من غدوة الصباح لقاه وكان عنده جرح في جبينه، وكي سألوا قالوا راني تضربت بالباب متاع الكرهبة. الصحافي محمد قلعجي ما صدقوش ووضح أنه جاك ما كانش طبيعي ومضطرب وداخل بعضه لأبعد الحدود وما كانش في صحنه بالكل. وهاو جايكم الحديث. في نفس الاستنطاق الصحافي القلعجي وصل حديثه وقال اللي هو شاف جاك مع واحد يقولوله أحمد العراقي في الكوجينة متاع أم جاك، وأكد اللي هما كانوا يقطعوا في وثائق وتصاور بالسرقة، وكي طلع عليهم شاف من جملة ما شاف تصويرة متاع مرت جورج مقطعة في 2، وهما تفاجئوا بوجوده ولموا كل شيء وحطوه في الحاوية متاع الفضلات الموجودة في الشارع. أم بعد خرج هو وصاحبه ومشاو، وكي سأل عليه أمه قالت له مشى للبصرة في العراق، لكن من بعد اتضح أنه جاك ظهر في الأردن، وأول ما جاء إشعار للشرطة متاع عمان في ساعة ما ألقات عليه القبض واستنطقوه وبعثوا المحضر متاع البحث الوكيل النيابة الكويتي اللي ملقى فيه كان الإنكار، مع العلم وأنه ولا يعرف بالتحديد كيف صارت الجريمة ويعرف بالحجة والبرهان التفاصيل متاع المفاهمة اللي ما بين جاك ومرت جورج، وتتمثل في أنه جاك طلب مرت جورج وقت اللي خلطت للأردن وقال لها أنه نهار 9 أكتوبر في الليل باش يمشي يقتل راجلها، وهذيك هي الليلة المشهودة اللي الصغار متاع الدكتور جورج سمعوا بوهم يسيحوا من بعد بيت الحس. وهاي جايتكم تفاصيل اللي صار في مجريات الأحداث متاع الجريمة. جاك مشى للدار متاع الدكتور جورج وكان يعرف اللي هو ماهوش باش يفرح بيه وقت اللي راه، لكن قال له عندي حاجة هامة باش نحكيها معاك على أساس يخليه يدخل، ودوب ما جورج اعطاه بالظهر وخليه هو باش يسكر الباب جاك استغلها كاللحظة هذيك وتعن جورج في ظهره، ودوب ما جبد منه السكينة باش يعود له الراجل طاح المسكين في القاعة ودمه بدا يفيع، وبالطبيعة ما خلالوش الفرصة باش يقوم وتخلى عليه بالطعن في رقبته في صدره في كرشه، سدد له أكثر من 20 طعنة نقب ونقبان، ومن بعد بدأ يستعله في راسه على قوة قوته عزليز وبقى يضرب فيه بالمشتة كسر له برشا ضلوع، وجورج المسكين بدأ يسيح من الأول، لكن هكا الطعن والضرب اللي تلقاه
تسبب له في حالة إغماء. ووقت اللي جاك القاه مازال يتنفس خنقه وبقى نازل عليه حتى لين المسكين بدا يفغم ويلقف وفارق الحياة. من بعد مشى البيت البانو غسل حالته وهزك الأداة متاع الجريمة يعني السكينة، لكن خلى حوايج مبقعين بالدم بحذا الجثة والمحققين ما نجموش يعرفوا يا لندرا الحوايج هذوك ما متاعو ولا متاع حد آخر. وبالطبيعة في الوقت ذاك التحاليل الجينية ما زالت ما فماش. مختصر الحديث، أدلة الإدانة كانت متوفرة من الشهادات متاع كالوليدات الصغار وليدات جورج، بما فيهم الشهادة متاع كالصحافي أحمد القلعجي واللي أكد غياب جاك في ليلة الواقع على دارهم خلفه كالجرح اللي شافوا على جبينه، والظاهر أنه تجرحها بسيفة عرضية وقت اللي كان يطعن في جورج ببرشة حقت. هذا من غير ما ننساو الدافع متاع الجريمة واللي يتمثل في الثروة متاع جورج، وزيد معاهم كزوز رسائل اللي خليهم، لأنهم هما في حد ذاتهم قرائن شافية وضافية تورد جاك وعشيقته يعني مار جورج، واللي الهروب متاعها بعد الواقعة وضح مشاركتها في مخطط الجريمة. فيها التطور هذا من القضية، نهار 21 ماي 1970 وبحكم اللي الأردن ما سلمتش جاك ولا عشيقته لسلطات الكويت، المحاكمة متاعهم رغم ذلك صارت وتحكم عليهم غيابيا. بالنسبة لجاك تسلطت عليه عقوبة الإعدام، ومر جورج تحكم عليها بالسجن المؤبد. وبعد هالحكم هذا مباشرة السلطات الأردنية سلمت جاك للكويت، لكن ما تمكنتش من إلقاء القبض على عشيقته يعني مرت الضحية جورج، لأنها مشات تعيش في الضفة الغربية في فلسطين. المحامي متاع جاك اتعن فيها الحكم الغيابي، وصارت محاكمة جديدة نهار 8 أكتوبر 1970، وجاك انكر جملة وتفصيلا وقال اللي هو مقتلش الدكتور جورج، وانكر زاد أنه ما عنده حتى علاقة بزوجة الضحية. وكي سألوه على هكا الليلة اللي جورج القاه ورا ريدو انكر، قالوا له مالك كيفاش شدوك في الرمثة على الحدود متاع سوريا يا أخي، كنت هارب بعد ما قمت بالجريمة؟ قالوا لهم ليه، كنت ماشي لأختي. قالوا له علاش مشيانك للأردن يوافق مقتل جورج؟ قالوا لهم صدفة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، النائب العام بقى يحاصر في جاك بالأسئلة والأدلة من كل شيرة وجانب، وهو ما كانش قادر باش يقدم أي إجابة مقنعة، لدرجة أنه وقت اللي سألوا النائب العام وقالوا وين كنت ليلة اللي صارت الجريمة، قال لهم مشيت للسينما وروحت للدار مع نص الليل رقدت. وبالطبيعة اللي باش يزيد يغرق جاك هو كالصحافي القلعجي اللي حكاه في الشهادة متاعو على أعمال السحر والشعوذة اللي كان يتعطاهم جاك، وحكاه زاد على السمعة السيئة متاعو عند الناس لأنه كان قلاب معناها متحيل، واللي ضيفه في داره يدور له على مرته كما صار للدكتور جورج. في نفس الإطار القضائي، المحامي متاع جاك ما خلى معمل باش يطيح الأدلة متاع الإدانة اللي جمعهم وكيل النيابة ضد جاك، ومنجح كان في حاجة واحدة، أنه كشف أحمد القلعجي واللي ما كانش صحافي كما قال، وإنما متحيل وما عندوش خدمة قارة، والشهادة متاعه ضد جاك كانت فقط للتقرب من سولت، والمحكمة ما خذاتش بالكل بعين الاعتبار الأدلة اللي جابها المحامي، وتمسكت بنفس الحكم واللي هو الإعدام لجاك والمؤبد لزوجة جورج. في نهاية هالقضية حكم الإعدام تنفذ في جاك نهار 14 جوان 1972، وطلب باش يتم دفنه في الأردن. ولهنا أكيد راكم تتسألوا شنو اللي صار لمرت جورج. بكل بساطة وبحكم اللي هي كانت هاربة ومطاردة من الشرطة الدولية يعني الانتربول، اتخبيت كما قلنا لكم في الضفة الغربية متاع فلسطين، لكن حالتها الصحية تدهورت إلى أبعد الحدود، وخاصة كي سمعت أن عشيقها تعدم، معناها ولات عايشة في رعب، الشيء اللي خلاها تدخل للسبيطار والمناعة متاعها بدأت تضعف تدريجيا حتى لين توفيت في أواخر 1972. ولهنا من نجم نقول كان المثل متاعنا
ما تداخل الدار كان القمح والشعير، أما الفول يقربع. وفي نهاية الأمر ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.